جميلة هي حكاية الأمكنة عبر صباحات الشروق والتعرف على ربوع بلادي في أبحى حلة. في هذه الفقرة مشاهدينا يمكن نحن في مزعانا ومقدورنا أنه نعمل على تقدم السودان من خلال صنع الرفاهية ومن خلال يعني تقديم التنمية لكافة الشعب السوداني، وده ما بيجي إلا بالتوافق السياسي اللي هيكون من خلال المرحلة الانتقالية، وكذلك المفصلية في إنه نحقق ذاتنا ونحقق أهدافنا وطموحاتنا من خلال المرحلة المقبلة. سعيدة جدا إنه يكون معاي سيف الدين عيسى، مسؤول شؤون التنظيم والإداري بحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي وعضو المجلس السيادي بالجبهة الثورية، للحديث عن هذه الرفاهية والتقدم والسلام في جميع أنحاء السودان. صباح الخير. عفوا، عضو المجلس القيادي ولست السيادي يعني. نعم. شكرا لقناة الشروق على الاستضافة، وشكرا لكل كل مشاهدي قناة الشروق على هذا الاستضافة يعني. نعم، مرحبا، صباحكم خير. نعم، في البداية خلينا نتكلم عن رؤية وأحلام الجبهة الثورية، وده طبعا مبني على تحقيق السلام في البداية. كيف يتم تحقيق السلام في كل أنحاء السودان؟ أعتقد بالنسبة لنا في الجبهة الثورية وفي حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي، السلام ضرورة قصوى بالنسبة لنا. صح. السودان عانى من ويلات الحرب والتشرذم والقتل، لذلك الجبهة الثورية لديها رؤية شاملة لحل مشكلة الدولة السودانية. لذلك قسمنا التفاوض لمسارات، بحكم أنه القضية السودانية هي قضية تراكمية منذ 56 إلى يومنا هذا، لذلك قسمناها إلى مسارات. مثلا مسار دارفور هي مسار معقد جدا جدا. مسار دارفور بيشمل مثلا قضايا الأرض والتعويضات وقضايا النازحين، هي من أعقد القضايا. لذلك قسمنا التفاوض إلى مسارات. هنالك مسار آخر، مثلا مسار المنطقتين، مسار الشريك، مسار الوسط اللي هو، ومسار القضايا القومية كيف يحكم السودان. لذلك فلسفتنا أن تناقش كل مسار في حد في حدها لحين الوصول إلى سلام. نعم، الفترة الانتقالية من أولوياتها أنه تحقيق السلام في جميع أنحاء السودان، فتحقيق السلام ذاته يحتاج لمناخ موائم مناسب. كيف نخلق هذا المناخ عشان فكرة تتحقق الأهداف والرؤية من خلال السلام؟ هو بالتأكيد السلام يحتاج إلى تهيئة مناخ قوي جدا. نحن في الجبهة الثورية السودانية الآن بعد مدة، يعني يمكن أنا نزلت الخرطوم بعد 15 سنة، فواحد من أولوياتنا النزول إلى القاعدة والقيادة للتشاور والتفاكر حول كيفية السلام. عايزين سلام مجتمعي شامل. لذلك لابد من مشاركة النازحين واللاجئين في إدارة الدولة أو في إدارة المرحلة الانتقالية. فواحد من فلسفاتنا أنهم يعني يشاركوا في التفاوض، يكونوا جزء أساسيين، بل أنه يكونوا هم جزء أساسي في إدارة المرحلة الانتقالية ده. نعم، إحنا في مرحلة طبعا مهمة ومفصلية. بالضبط. والتوافق فيها مهم جدا عشان نتقبل الآخر، عشان نبعد وننبذ العنف، وبرضه من مهام السلام ونخليه سلوك مجتمعي في حياتنا. كيف نخليه يعني نعزز هذا السلوك؟ نحن فلسفتنا إنه السلام، عايزين سلام مجتمعي بالفعل. السلام المجتمعي بتطلب مننا نحن جميعا كقادة سياسيين وجميع القوى السياسية انه يكون منهم رؤية وبرامج واضحة لمخاطبة جذور الأزمة السودانية. اذا خاطبنا جذور الأزمة السودانية بكل وضوح، ففي التأكيد السلام المجتمعي هيكون حضور، بل انه هيكون في قلب كل سوداني، وهناها حنا يعني نستطيع ان نرسى بهذا الوطن الى بر الأمان. صحيح، يعني المجتمع ده انا دائما بقول هو اهم بند واهم محور، لانه بيشملنا كلنا السودانيين بكل لغاتنا وسحناتنا المختلفه، واهتمامنا يعني كذلك بالمواطن السوداني، اهتمامنا بالمراه، اهتمامنا بالطفل خصوصا في مناطق مختلفه في ولايات السودان. برضو كيف يتم الاهتمام بالمراه والطفل، لانه هم انا بفتكر انه المراه والطفل
ومن ثم بيندرج افراد المجتمع السوداني هم المعززين الاساسيين للسلام. اذا كان في عنف اتجاههم فانا بقول انه السلام ما حيمشي لقدام، بالعكس حتكون في شويه بتاعت انه في رجوع في السلام، ما قادرين نعمم السلام. وبالتاكيد المراه هي شريكه اساسيه في السلام وفي الوطن معنا، فهي يعني اكثر انسانه تضررت جراء الحروبات ومن سياسات النظام البائد. لذلك مشاركة المرأة في كل مراحل المرحلة الانتقالية هي ضرورية. إذا أقفلنا هذا الباب فأعتقد أن السودان لن يعافى. مشاركة المرأة أمر ضروري جدا بالنسبة لنا في المجلس الانتقالي، وبالنسبة لنا في الجبهة الثورية السودانية المرأة حتكون حضور في كل، والآن هي مرة حضورها في كل أجهزة بتاعت الجبهة وفي كل أجهزة حركة التحرير السوداني المجلس الانتقالي. نعم. فالمرأة هي شريكة أساسية، يعني شريكة أساسية في عملية بناء السلام. نعم. الحركات المسلحة وعموم في السودان، وإذا إحنا اليوم خصينا الجبهة الثورية، خلينا برضو نجيب في إنه الكيانات السياسية دائما هي بتدعو لربط العضوي بين قضية الحكم المدني وكذلك قضية السلام في السودان، فإحنا يعني متمنيين نشوف كيف يتم إتمام ذلك بين هذه المحركات المسلحة في السودان. عفوا، نحن لسنا حركات مسلحة، نحن حركات كفاح مسلح. كفاح مسلح. كفاح مسلح. فالنظام البائد من أجبرتنا أن نحمل السلاح، كان هنالك وسيلة أخرى لتغيير النظام فنحن لقد اتبعناه. بنرى انه الحكم المدني هي واحد من برامجنا نحن كجبهه ثوريه وكقوه كفاح مسلح، لذلك ننشط نحن بالتحول الديمقراطي، وواحد من اولوياتنا في المرحله الانتقاليه هذا ان نكون وسط قواعدنا ونبشرهم بامر السلام، بل نحن اتينا للبحث عن السلام عبر الشعب السوداني كلهم. لذلك نريد ان تكون المشاركه يعني مشاركه فعاله للكل. نعم، مشاركه حتى من خلال الجبهه الثوريه، الحركات المسلحه الموقعه للسلام، وكل هذا التضافر كل هذا الجهود هو بمد السلام في كل انحاء السودان. نعمل على إعادة ودمج وتأهيل ضحايا الحروب في مجتمعاتنا السوداني من خلال تعزيز الصحة، من خلال التعليم، من خلال الحاجات البسيطة ممكن يتمتع بها المواطن السوداني في أمن وسلام. الخدمات بس بصورة أشمل. الخدمات بصورة أشمل. الجبهة الثورية هي يعني كيان كبير جدا جدا، بضم قوة كفاح مسلح وبضم قوة مدنية. نعم. كلهم متفقين في البرنامج. فمسألة الخدمات أيضا من أولوياتنا، لكن الأولوية القصوى بالنسبة لنا هذا بحث عن السلام ووقف الحرب. الآن السودان مشتعل في الأطراف، مثلا دارفور ما زال الوضع متعزم جدا جدا، هنالك قتل بالأمس في دارفور بالتحديد. نتمنى أن نتجاوز ونحن نتحدث المواقف الصعبة. عفوا، نحن ندعو الآن للسلام. أنا حستأذنك في فاصل ونرجع لكل مشاهدي صباح الشروق، ابقوا معنا. صباح الخير عليكم مرة ثانية مشاهدينا. وسودان يتقدم بجهد وفكر أبنائه في العمل وفي الإنتاج وفي التخطيط وفي التنفيذ بجودة في كافة المجالات، خصوصا نحن في مرحلة محتاجين فيها لسلام يعم في جميع أنحاء السودان. سعيدة جدا أن أتواصل عبر ضيفي سيف الدين عيسى، مسؤول شؤون التنظيم والإداري بحركة تحرير السودان، المجلس الانتقالي وعضو المجلس القيادي بالجبهة الثورية. أنا سعيدة بك. وقبل الفاصل نتحدث عن مشاكل في دارفور وكيف نحل القضايا ويعني نبعد عن العنف وننشر السلام في جميع أنحاء السودان. أوكي، شكرا على العودة. أعتقد أنه
عشان يكون في سلام مجتمعي لابد كشعب سوداني أن نضع يعني أنفسنا أمام الحقيقة إن الوطن محتاج لنا، وبرضو نوقف جزء من يعني السلوك السيء، لأنه زول في زول يفتكر نفسه إنه هو سوداني درجة أولى والآخر درجة ثانية. لازم يكون في تساوي بين الشعب، التفرقة التفرقة العنصرية تحديدا. نعم، يعني هناك تفرقة عنصرية ظاهرة يعني شنيئة جدا موجود في السودان. صحيح. إذا نحن ما ابتعدنا عن هذا السلوك والدولة ما وضعت قوانين واضحة لمجابهة تلك السلوك، أعتقد لن يكون هنالك سلام. ثورتنا جاءت من أجل لا جهوية ولا قبلية، جاءت من أجل ذلك، ونحن حملنا السلاح منذ 20 عاما من أجل ذلك. صحيح. ورفاقنا الآخرين في قوى الكفاح المسلح قبل 40 عاما من أجل ذلك، لكن ما زال هذا الخطوات موجودة، ما زال هذا السلوك موجود. خطر طبعا، خطر بالنسبة، ولكن نحن عزيمتنا بآخر السلام إذا كانت هنالك بآخر السلام عزيمتنا وإصرارنا هنجابه هذا السلوك ونواجه يعني أصحاب هذا السلوك. نريد أن يكون هنالك سلام شامل، السودان يسع الجميع. صحيح. المواطنة هي تكون المعيار الأوحد، عبرها كل الشعب السوداني ينال حقوقهم وواجباتهم. نعم. فالتساوي لابد منه، وهذا يتطلب منا وضع قوانين قوية جدا لمجابهة تلك السلوك. يعني إلى الآن القتل مستمر في دارفور؟ إلى الآن القتل مستمر في دارفور، هنالك دماء بسبب القبلية أمس. لا، ليس بسبب القبلية ولا الجهوية، سلوك ممنهج. سلوك سلوك ممنهج. علما بأن في دارفور هنالك تغيير ديموغرافي في دارفور، هنالك قضايا الأرض وهذه معقدة جدا، هنالك مستوطنين جدد في دارفور الآن استوطنوا على أراضي السكان الأصليين، فأصبحوا يعني يمتلكوا أباه الأرض فسادا يعني في دارفور. نعم. نحن نريد أن نوقف مثل هذا السلوك، ولابد أن يقف. نعم. فالدولة مسؤولة عن ذلك يعني. فمن تحديات المرحلة الانتقالية، الحكومة الانتقالية يجب يعني ملف دارفور، ملف دارفور أن يضع كل السودان دارفور، كل أهلنا في دارفور، لأنه مشكلة الدولة السودانية في دارفور. صحيح. مشكلة دارفور هي مشكلة السودان، إذا لم تحل المشكلة في دارفور فلا أعتقد أن الدولة ستسير بالطريقة التي نريدها نحن. نعم. لكن لدينا الأمل وسنبذل جهدنا كلنا سويا مع قوتنا في القوى السياسية الأخرى إلى أن نرسى بهذا الوطن. نعم. إلى مرافق السلام ويكون أنشودة بالنسبة لنا. نعم. يعني لدينا أمل كبير. نعم. يعني أملنا في رب العالمين في الأول. إنسان دارفور إنسان كبير عانى معانا في السنين الماضية، الطفل في دارفور، المرأة في دارفور، إنسان دارفور عموما عانى الحروبات والنزاعات وعاش في عدم استقرار كبير جدا. إحنا يعني بنتمنى إنه فعلا المرحلة الجاية، المرحلة المقبلة، تكثيف الوعي، التحريك المجتمعي للمشروعات الخدمية اللي بتخص إنسان دارفور، الاهتمام من قبل الحكومة الانتقالية بإنسان مناطق دارفور، وتعزيز ونشر السلام وخليه سلوك للفرد وللإنسان في دارفور، والتحقق في المشاكل والجرائم اللي بتحصل من هنا ولقدام في دارفور. هنرجع مرة تانية نتكلم عن التفاوض، يعني كيف هيتم التفاوض في المرحلة الجاية، ويعني خلينا نجيب كده وقفة إيجابية ونتكلم عن المسارات تحت التفاوض زادة. نعم. أوكي، شكرا. هو لست التحقق بس في مسألة بتاعت الجرائم، بل إيقاف الجرائم ككل يعني. نعم. صحيح. ما هو التحقق ده دائما بغرض انه الجريمه يعني. تقيف. نعم. يعني التحقق فهو يعني تحقيق ويحصل. نعم. كارثه والحكومه تتحقق. نعم. والاجراءات مستمره. نعم. القتل مستمر. نعم. هذا مرفوض. التفاوض، نحن في الجبهه السوريه السودانيه ملتزمين بالتفاوض. في يوم 10 هيكون افتتاح بدايه المفاوضات في منبر جوا بالتحديد، ونحن جاهزين. هنبدا بمسار المنطقتين، ومسار الشرق، ومسار الوسط، ومسار الشمال. ده المسارات اللي تبدا تفاوض مباشره. مسار دارفور بعد انتهاء من هذا المسارات سنبدا في مسار دارفور، ونحن جاهزين، وكلنا هنكون حضور في 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 في, في نفس المنبر. بعد ما ننتهي من المسارات عندنا المسار القومي، اللي هو كلنا بنجي بنناقش فوق قضيه الدوله السودانيه، كيف يحكم السودان. كيف يحكم السودان؟ فده القضية الجوهرية اللي كلنا كشعب سوداني نتفق حوله ونضع استراتيجية واضحة لحكم السودان. نتمنى إنه يعني التفاوض
من خلال المسارات المختلفة بتكون موجودة فيه، والاهتمام بقضايا النازحين، تحزيز الصحة، توفير مياه الشرب ده كحاجة أساسية في المناطق النائية والبعيدة، والاهتمام بمواطن السودان في الولايات البعيدة. إحنا سعيدنا بوجودك معنا، والاهتمام أيضا بقضايا السلام في جميع أنحاء السودان ونشر السلام عبر الأستاذ سيف الدين عيسى، مسؤول شؤون التنظيم والإداري بحركة تحرير السودان، المجلس الانتقالي، عضو المجلس القيادي بالجبهة الثورية. شكرا لحضورك. شكرا أستاذ. شكرا.